احنا معانا للتعليق اكتر على تطورات الاوضاع في غزه الدكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره. دكتور رامي اهلا بك معانا يا فندم في التاسعه. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك فندم. اسمح لي في البدايه دكتور رامي قبل ما اتكلم عن تطورات الاوضاع والمجازر اللي بيرتكبها الاحتلال يوميا اتوقف قليلا مع حضرتك عند بيان الهيئه العامه للاستعلامات اللي صدر منذ قليل و بيرد على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الدولية من أن مصر بتشارك أو بتقوم بالإعداد بتشييد بعض الوحدات السكنية لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، فيما معناه اللي هو مساعدة مصر في مسألة التهجير اللي مصر دايما بترفضها من أول العدوان. شفت البيان الصحفي إزاي يا فندم؟ وطبعا بص حضرتك الجانب الإسرائيلي في النطاق اللي هو بيعمله ده هو بس مش يعني هو في ظاهره ان هو بيعمل جرائم اباده جماعيه وعايز يقتل اكبر عدد من الفلسطينيين، لكن في حقيقه الامر هو بيخير الفلسطينيين ما بين يعني صنع الياس، ما بين القتل بالرصاص او القتل بالحرمان بالمساعدات. بمعنى ادق ان هو نتيجه كل اللي بيعمله ده المواطنين الفلسطينيين نفسهم يعني هيبقى عندهم حاله من الرغبه، ما فيش اولويه اكتر من اولويه الحفاظ على الحياه. فبالتالي هيبقى عايز ينجو بنفسه، طيب انا انجو بنفسي من القتل بالرصاص، طب وفي نفس الوقت ما فيش مساعدات فاشوف اي هجره غير شرعيه اروح بها اي دوله ثانيه. كان في امل من الاول ان هم الهجره دي بالنسبه لهم الملجا الامن هو اللجوء لمصر. مصر تيقنت الموضوع ده من الاول، والرئيس السيسي اتكلم في الموضوع ده من منذ البدايه لما كانت اسرائيل بتروج ان هي هتنتقم من حماس بعد 7 اكتوبر. الرئيس طلع قال ان هو رفض تصفيه القضيه وان تهجير الفلسطينيين، وكان الموضوع كاشف لحقيقه الامر بان اسرائيل حماس بالنسبه لها مش هدف انما وسيله لتحقيق هدف اخر وهو تصفيه القضيه وتهجير الفلسطينيين. طيب مصر لما اكدت على موقفها هنا معناه ايه؟ احنا مش معناه ان احنا يعني بنتنصل من مسؤوليتنا تجاه اشقائنا، انما معناه ان احنا مش عايزين القضيه تموت، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين الطرف الخصم المشترك ما بيننا وبين الفلسطينيين يحقق اهدافه. خاصه يا فندم يعني خليني اذكر الساده المشاهدين ان احنا لينا سابقه في نفس الموضوع ده في ظل حكم الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في عمليه الرصاص المسبوق ديسمبر 2008 لما طلع الرئيس المصري وقتها قال انا لن اقع في الفخ الاسرائيلي. وهنا المعنى ان اليهود يعني الاسرائيليين الفكر الصهيوني كده كده هو عايز يتمدد وعايز يضم القطاع تحت النفوذ الاستيطاني، وبالتالي لازم يتخلص من نسبه كبيره جدا من السكان ان لم يكن كل السكان. عشان كده هو بيصر على العمليات دي، وفي نفس الوقت عمال يطلع اشاعات بان الطرف الاخر اللي هو مصر في تعاون دلوقتي على استضافه اللاجئين. كل الهدف ده ايه؟ عشان يعمل نوع من السعي للتحرك للفلسطينيين ان هم ييجوا عند الحدود المصريه. وبالتالي المساله ده هيعمل لك ازمه، لان الحصل لو الناس دي ضربت عند الحدود المصريه مصر هنا مش هتبقى في خانه رد الفعل. وبالتالي المساله هنا احنا قصاد طرف بيحاول يحقق اهدافه باي شكل دون اي اعتبار لاي حسابات اخرى. عشان كده مصر بتحاول تضغط بطريقه غير مباشره من خلال اللقاءات الثنائيه على المستوى الدولي وعلى المستوى الاقليمي. واحنا شفنا كان مؤخرا لسه تركيا رئيس تركيا كان في مصر، فبتحاول مصر ان هي تشكل جبهه تمنع اسرائيل من الوصول للنقطه دي، اللي هو المساله هنا ان انت حققت اهداف شويه، لكن المسألة ما يبقاش تحقق أهداف بالكامل وتيجي تهدد الأمن القومي المصري، لأن وقتها أنا مش هعرف أتفرج. نعم. طيب اللي بيحصل اليومين دول من ارتكاب للمجازر في إطار اللي حضرتك ذكرته ده، ممكن نتعامل معاه إزاي؟ بص حضرتك يعني إحنا للأسف يعني خلينا نتكلم بمنتهى الأمانة في الجزء ده، إحنا قصاد طرف بيستخدم القوة في العلاقات الدولية، وطالما في استخدام للقوة من طرف بيستخدمها بشكل بلطجي مش هينفع نتكلم عن قوانين او بروتوكولات او مواثيق دوليه والناس كل يوم بتموت. خاصه ان احنا قصاد طرف هو اساسا بيستخدم القتل والعنف لتحقيق اهدافه. طيب الحل انا الحل طرحته اكثر من مره يعني على التلفزيون، انا يعني من وجهه نظري ان الحل هو عدم وجود حماس في السلطه. بمعنى ايه؟ ان انت لو ما اوجدتش حماس او الاتفاق اراده عربيه سياسيه لعدم وجود حماس للسلطه هنا هيمثل ايه؟ مفيش حجه لاسرائيل لممارسه عملياتها. وفي نفس الوقت اسرائيل بتستغل حماس. انا يا فندم لما يطلع عندي اي صاروخ ولا اي جندي اسرائيلي يتقتل، اسرائيل بتقتل قصاده 1000. وبالتالي زي ما حضرتك ذكرت كده احنا عندنا في 3 شهور
عدد القتلى المدنيين وعدد المصابين تخطوا القتلى والمصابين في الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي داخله على 3 سنين. ايوه. فالمساله لا، الحل الحل ان احنا ممكن حماس ما تبقاش موجوده في السلطه، والحل الاخر ان احنا نضغط على الولايات المتحده الامريكيه، مش احنا كمصر بس، لا الدول تكتل دول الشرق الاوسط يضغط على او يناور بمصالح الولايات المتحده الامريكيه في دول الشرق الاوسط تبقى في كفه قصاد الدعم الامريكي غير المشروط في كفه اخرى، لان الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي تقدر تجبر اسرائيل على وقف اطلاق النار. هل في التوقيت الحالي الولايات المتحدة ترغب في القيام بهذا الدور؟ لا خالص، الولايات المتحدة الأمريكية هم كده كده مدين ضوء أخضر للإسرائيليين، بدليل إن هم دلوقتي بيمنعوا الحوثيين، بيمنعوا تهديد الحوثيين والتواجد في البحر الأحمر، مش بهدف مواجهة الحوثيين إنما بهدف حماية العمليات الإسرائيلية وحماية أمن إسرائيل من القرصنة الحوثية أو من التهديد الحوثي. نعم. بل بالعكس، إسرائيل قدرت تجر الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط عسكريا هي وبريطانيا. نعم. وده في حد ذاته داعم ليهم جدا. فالوضع هنا أن لازم يكون في إرادة سياسية في تكتل الشرق الأوسط تقدر. يا فندم، أنا مش أصل مصر طول عمرها مش هتدفع الثمن لوحده. احنا الدولة الوحيدة اللي اتكلمنا عن حقوق الفلسطينيين في عقر دار الإسرائيليين. الرئيس السادات الله يرحمه اتكلم على الموضوع ده. نعم. ووقتها تواجه، لكن في الوقت الحالي والمعطيات الموجودة لازم تكتل دولي يضغط بقوة لإيقاف هذا العدوان الغاشم. الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، بشكر حضرتك جدا يا فندم لوجودك معانا.